صباح النور والأمل والسعادة على مشاهدين الصحة والجمال. صباح النور والأمل والسعادة صباح النور والأمل والسعادة على مشاهدين برنامج حكايات بنات. صباح النور والأمل والسعادة على الأعلاميين الجمال مريم وريم. عاملين إيه؟ الحمد لله تمام. في الفترة الأخيرة بدأ يظهر حاجة اسمها إنفلونسر، يعني مؤثر الناس بتأثر بيه ويبدأوا ياخدوا منه نصايح ويتعاملوا معاه. النهارده احنا جايبين نماذج ايجابيه معانا عشان كلنا نتاثر بيها بشكل ايجابي. ايه رايكم في موضوع السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا بصراحه بتاثر في حياتنا كتير جدا، والحقيقه احنا بنبقى اكتر حاجه على السوشيال ميديا بنحب نتابع فيديوهات، بنحب نتابع حاجات كتيره قوي، بنحب نتابع ناس مؤثرين بجد، ناس ناخد منهم نصايح وناس كمان نتابعهم اكتر. الحقيقه الاثنين معانا النهارده انا شخصيا بحبهم جدا ومعجبينهم، وحسيت كمان ان هم بيقدموا حاجه جديده ومختلفه. اي قصه مثلا بتبقى موجوده بيمثلوها بطريقه معينه، زي مثلا زوجة مرات الأب بتبقى مثلا حاجة بيمثلوها، بيعرفونا قد إيه من المشكلة دي موجودة في الحياة ويمثلوها هم بطريقتها، وآخر الفيديو كمان بيدوا نصيحة لكل الناس. فالحقيقة كمان الأطفال بيتابعوهم كتير جدا وكمان الكبار، وأنا طبعا أول واحدة منهم. صح يا ريم؟ صح أكيد. وطبعا عارفين طبعا إن في ناس بقت مشهورة جدا وبقت مشهوره جدا على السوشيال ميديا، يمكن اكتر من النجوم والفنانين. ومعانا النهارده اتنين كابلز انا عن نفسي بحبهم جدا جدا، هما اتنين دمهم عسليات. معايا النهارده ندى واحمد، احلى اتنين كابلز. اهلا بيك. اهلا بيك يا ندى. النهارده طبعا اول حاجه عايزين نبتدي بيها ان انتوا تعرفونا بنفسكم. طبعا لا يخفى القمر، عرف نفسكم برضه. ماشي، هتبدأ ولا ابدا؟ اوكي ابدا. انا اسمي ندى، طبعا عندي 22 سنه وفي كليه اداب، وحبيت بقى موضوع السوشيال ميديا دي مع احمد ان احنا نعمله فيديوهات. بدات اساسا كنا بنضحكوا مع بعض، لقينا نفسنا بنعمله فيديو. ايوه، بس هي دي بداياتنا كلها، وعندي بنتين فيروز وحياه. عشان ما شاء الله ربنا يخليهم. طب اتعرفتوا ازاي؟ بدايه التعارف؟ احنا كنا مع بعض في المدرسه، يعني احنا بدأنا مع بعض في المدرسة، بس ما عرفتهاش مثلا بعد ما طلعنا من المدرسة. ايوه. يعني ازاي؟ بعد كده بعد ما طلعنا من المدرسة اتعرفنا على بعض في الدرس، بعد كده كلمت مامتها او كلمتها الاول وقلت لها عايز اكلم مامتي. فانا قلت لمامتي، قالت لي طيب تمام واوكي مفيش مشكلة، ورحبت بيه جدا. هو في الاول وفي الاخر ده نصيب. ايوه صح. ايوه. مامتها الاول اصلا كانت مفكرانا مثلا ايه، ان انا مثلا بهزر، ان انا مش داخل جواز يعني. ايوه. فلما لقيتني جد فكده. طب في سؤال انا هساله نيابه عن نفسي. اتفضل. في سؤال بيقول المسؤول عن الحب يا ترى القلب ولا العين؟ انتوا ايه رايكم؟ هو الاثنين. انا شفته قلبي دق على طول. قلبي دق على طول. طب يا ترى احمد انت اول ما شفتها؟ العين طبعا. العين على طول. العين طبعا. ايوه، بس اكيد لما اتعاملت معايا اكتر حبيتها وقلبك حبها. اه طبعا. ايوه. لا دي كسه كفاح. انا كفاح يعني. طب انا عايزه اسالكم سؤال بقى، مين فيكم اللي اقترح ان انا هعمل قناه على اليوتيوب وهبدا اشتغل عليها واعمل فيديوهات؟ انت ولا انا؟ لا، هي هو الاول اصلا كان محمود الجمل اخويا بيصور فيديوهات افلام قصيره، واحنا اصلا كنا بنطلعوا معاه، كنا احنا بنصوره كده، بس احنا كنا بنتكسف ونطلعوا في الكاميرا كده. فواحده واحده بدانا انا اطلع، بعد كده هي، بعد كده طلعنا احنا الاثنين وعملنا قناه بعد كده. تمام. طب الافكار بتاعتكم يعني بتجيلكوا ازاي؟ انا النهارده هعمل فيديو مثلا عن حاجه معينه. هو الافكار ديت يعني انا والدي هو اللي بيكتبها، يعني انا والدنا هو اللي بيكتب، هو اللي بيقسمنا، هو انت تطلع كده، انت تطلع دور الاب، انت تطلع دور الاخ. يعني والدنا بيقسمنا يعني وواقف جنبنا. يعني انا عايزه اقول لك حاجه، اللي هو بيخلينا نعيده الطريقه. هو بيحب الكلمه تبقى مظبوطه. فبيخلينا نعيده جدا، يعني ممكن مثلا في اليوم نصوره فيديوهين لثلاث فيديوهات افلام قصيره بس نقعده فيها اليوم كله، عشان هو عايزه تطلع مظبوطه. بس اكيد طبعا بيقابلكوا كتير كومنتات سلبيه، انتوا ازاي بتقابلوها او ازاي بتتعاملوا معاها؟ بصي، احنا الكومنتات السلبيه بتاعتنا بتلاقيها كوميديه شويه، يعني مثلا طلع حد عمل رياكت علينا وكده فقعد يتكلم، انا بقى مستنيه اللي هو يقول حاجه غلط فينا، فقال هم بيقدموا ان الزوج لازم يحب مراته ويعملها حلو.
انا مش عارفه اضحك ولا اعيط، انا المفروض يطلع يضربني عشان اعملها حلوه ولا اعملها وحش، انا مش فاهم برضه. بقى يعني كل الكومنتات يعني تبقى بالنسبه للناس سلبيه بس بالنسبه لنا ايجابيه وكويسه. ومعظم الناس اصلا يعني مثلا بيدعوا لنا وبيدعوا لاولادنا. يعني مثلا كان في فيديو كان بنتنا حياه تعبانه، فطلعنا احنا قلنا للناس اللي بنتنا حياه تعبانه وكده، فمن كنت 10000 كومنت اللي الف سلام عليها ويدعوا لها. يعني ما شاء الله بيدعوا لها ما اقولكيش، يعني هم اصلا يتحبوا ويدخلوا القلب على طول. وحقيقه عندنا بنتنا محبوبه لها جمهور كبير جدا. طب الحمد لله. بالنسبه لفيديوهاتكم اللي بتبقى ليها مشاهده عاليه، مين اللي بيبقى صاحب الفكره؟ بص، هو في الافلام القصيره بيبقى والدي، لكن في التحديات وكده انا وندى اللي بنكتبوا التحديات وبنعملوا افكار التحديات. والتحديات برضو يعني الناس بتحبها جدا اصلا تتفرج عليها، يعني بتستنى التحديات دي بالظبط. في تحدي معين مثلا علق مع الناس قوي وبقى ترند، اللي هو تحدي مثلا الفور. عفوا يعني بس هنرجع فاصل بس وهنرجع تاني. خلاص تمام. ورجعنا بعد الفاصل، وكنا زميلتي مريم كانت بتسال احمد وندى عن التحديات، صح كده؟ بالظبط تمام. كمل يا استاذ احمد. بالنسبه كان في اللي هو ايه تحدي الفور. تمام. جبت لهم فور، واكتر واحد يمسك الفور ده، يعني الفور ما بيبقى معانا في الشقه اصلا، ما بنعرفوش نقعده في الشقه او في البيت. فتخيلي بقى انت ماسكه الفور دوت لمده دقيقه او دقيقتين. لا انا عايزه اقول لك ان هو بيته معايا قبلها بيوم في البيت. انا غطيته بشارب وحاجات ان هو ما يطلعش. اتعودت عليه قبل التحدي. وهي خسرت التحدي ده. ده اكيد طبعا، حد كيوت زيك لازم يخسر التحدي. انا عايزه اسال ندى سؤال. ندى، انت ازاي بتعرفي تقسمي وقتك؟ ما شاء الله يعني انت عندك بنوتين وبرده اكيد بتدرسي والفيديوهات اللي انت بتعمليها، يعني ازاي بتعرفي تقسمي وقتك ما بين الثلاث حاجات دول؟ لان الوقت عندنا اصلا احنا كبنات دايما بنحس ان الوقت قليل وما عندناش وقت اللي احنا ننظم وقتنا يعني كلنا كده. الحمد لله يعني اهلنا مساعديننا كتير في حياتنا، يعني مثلا عندي بابايا ومامتي ربنا يخليهم لي يا رب، مساعديني في الدراسه جدا، يعني اي حاجه مهمه هم اللي قايمين بيها وكل حاجه. عندي مثلا اهل احمد، طنط هند تبقى مامة احمد وايه، وبصراحه عائله احمد كلها مساعديني في الولاد جدا، فبرضه ربنا يخليهم لي. بالنسبه بقى للفيديوهات، ولادنا بيطلعوا معانا وكله بالحب، يعني الدنيا بتعدي بالحب، حابه الموضوع هتدي فيه وهتبقي مبسوطه وانت بتعمليها. يعني مفيش حاجه مأثره على حاجه عندك مثلا؟ احنا مأثره على الكليه اكتر حاجه. يعني الكليه دي مثلا عشان احنا مش شغالين بيها او مش عايزينها ضروريه، فهي ممكن اكتر حاجه مأثرين فيها. يعني السنه بناخدها في 2 وفي 3 بس بيبقى غصبا عننا يعني. وممكن برضو حاجة تانية مأثرة فيها هو الغدا، يعني ما بقتش يعني ما بقتش بعمل غدا كل يوم، الأكل بنجيبه من بره أكتر. يعني دي اللي ممكن تلاقيها متأثرة معانا شوية، لكن الحمد لله باقي حياتنا الحمد لله كويسة. الحمد لله. بس ماله الأكل الأن هيلث؟ يعني تحفة يا جماعة، في إيه؟ بيطلع كرش والله تحفة. طيب أنا عندي سؤال، أنا شايفة إن حياتكم مكشوفة جدا، يعني مش بتخافوا من الحسد؟ بما ان يعني بيقولوا ان العين فلقت الحجر، مش بتخافوا؟ والله احنا بنخافه، بس هو ده يعني مثلا هو ده يعني يعتبر ايه بقى شغلنا. أيوة. فهم الناس حابين ان هم يشوفوا حياتنا اليوميه بالظبط، هم اكيد اتعودوا يعني ما فيش حسد. طب انا عايز اسالكم سؤال تاني. بالنسبه ان في ناس بتستغل الشهره انها تكون عائد مادي ليهم، ياخدوا منها فلوس، واكيد شيء مؤكد ان بيكون في عائد مادي. يعني انتوا قولوا لي، يعني بتاخدوا فلوس بس من اليوتيوب ولا من الفيس والانستجرام كمان؟ لا من اليوتيوب بس. طب يعني الفلوس اللي بتدخل دي ممكن يعني تفتح بيت وتجيب حاجات يعني تراعي بيت كامل؟ مثلا مع الاستمرار في اليوتيوب، يعني مش من اول ما تبدا يجيبك فلوس قويه، يعني مثلا بعد سنه سنتين شغل هيجي لك فلوس ويقدر تفتح بيت. بس احنا اصلا كنا مش مستنيين اليوتيوب اصلا هو يدخل لنا فلوس. انا عندي والدي ما قلتيش واقف جنبي قد ايه، يعني ربنا يخليك يا رب. طب انتوا ما شاء الله عليكم، يعني قفلتوا المليون. الحمد لله. وعقبال اللي جاي ان شاء الله باذن الله. طيب ناويين تعملوا ايه جديد؟ بصراحه احنا ناويين نعملوا برنامج تلفزيون. ما شاء الله. تعالوا جنبنا. لا احنا ناويين نعملوا برنامج تحديات في التلفزيون. حلو، هيبقى حلو جدا ما شاء الله. لا وتستضيفونا بقى. لا طيبين ان شاء الله. حاجه قويه باذن الله الايام الجايه ان شاء الله، وباذن الله تكسروا الدنيا باذن الله. ربنا يديم عليكم السعاده ودايما تكونوا سند لبعض ويخلي لكم حياه وفيروز، اللي انا فعلا كان نفسي يكونوا معانا النهارده، بس فعلا كانوا هيبهدلوا لنا الاستوديو شويه.
نورتونا وشرفتونا، وبجد يعني احنا سعداء جدا ان انتم معانا النهارده، وان شاء الله يعني لينا مقابلات كتير قوي مع بعض. استنونا بعد الفاصل مع حلقه احلى ومع ضيوف اجمل. اهلا.